السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها المشاهدون الكرام، أهلا بكم في فيديو جديد. اليوم هنتكلم عن فرن، الفرن البوتقي بملفات. فرن بوتقي ملحي بملفات. الفرن البوتقي بيعمل بالكهرباء في ملفات من النيكل كروم، حط بدء وسط هذه الملفات. الملفات دي محملة على طوب حراري، تسخن الملفات، تسخن البدء، تصهر الملح اللي جواها ونشتغل عليه. الفرن ده اما بيستخدم عملية تأسية لو كان بيوصل لدرجة حرارة عالية، اذا كانت درجة حرارته حرارة التأسية فوق 800، في الحالة دي نستخدمه فرن تأسية. اما اذا كان بيوصلش اكتر من 700، بيوصل مثلا 525 620 في الدرجات دي، بيبقى عندها شغال، ده نستخدمه لمراجعة صلب السرعات العالية، ونستخدمه أيضا للتبريد. أبرد فيه مشغولات صلب السرعات العالية HSS، سخن لغاية 1200 وراح مبرد فجأة في ملح منصهر عند 520. هو الفرن ده اللي بيستخدم في عملية التبريد، يبقى ده يستخدم لاستخدامين، إما للتأسية إذا كان درجة حرارته بيوصل لدرجة حرارة عالية، أو للمراجعة إذا كان درجة حرارته بتبقى قليلة أقل من 700. ده فيديو اليوم. إذا عجبك الفيديو اضغط لايك وشير الفيديو لتعم الفائدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.